في سنة 2009 بدأت أبل إحدى أغنى الشركات في العالم تطوير تطبيق منافس لجوجل مابس. بعد 3 سنين يعني في 2012 قامت بإصداره. النتيجة كانت سيئة جدا، الخرائط كانت تحتوي على كتير أخطاء زي معالم في غير مكانها أو أسماء خاطئة للمعالم. على سبيل المثال خرائط أبل أظهرت مطار في إيرلندا في مكان ما في مطار، اضطر الحكومة الإيرلندية أنها تطلب من الطيارين أنهم يتجنبوا تطبيق أبل. كل هاي الأخطاء أجبرت المدير التنفيذي لأبل على إصدار رسالة اعتذار. الشخص المشرف مباشرة على تطوير برنامج خرائط أبل رفض التوقيع على هاي الرسالة مما أدى لطرده. هاي القصة بتبين مدى تعقيد أنظمة الخرائط اللي بيعتمد عليها ملايين الشركات والأشخاص يوميا، لدرجة أنه شركة بقدرات وإبداع أبل واجهت صعوبة في بناء تطبيق خرائط. الخرائط الإلكترونية لها تاريخ قديم، لكن الإنترنت وخاصة الأجهزة المحمولة أدت لتوسع هائل في انتشارها. من أوائل الشركات في هذا المجال ماب كويست، وبعدها أجت جوجل مابس المبنية على تقنية اشترتها جوجل. وزي ما حكينا في البداية أبل بتحاول تستدرك وضعها في السوق. في برضو مشاريع غير تجارية مبنية على تطوع، أبرزها أوبن ستريت ماب اللي رح نتكلم عنها بشيء من التفصيل لأنها بتتيح لنا النظر وراء الكواليس لفهم كيفية عمل الخرائط الإلكترونية. الخرائط الإلكترونية بتتطلب كم هائل من المعلومات المفصلة عشان تكون مفيدة للمستخدمين، زي هل الطريق شارع للسيارات أو طريق للمشاة، شو سرعة القصوى في الشارع، هل الطريق مغلق، أو هل الحركة في الشارع باتجاه واحد أو اتجاهين. فمثلا لو طلبنا إرشادات للانتقال من تونس العاصمة لجزيرة صقلية، فجوجل مابس بتنبهنا أنه بلزم استعمال عبارة لنقطع البحر، إضافة لوجود حدود دولية بين تونس وصقلية في إيطاليا. الشيء مشابه إذا بدنا ننتقل من لندن لباريس بالسيارة مثلا، جوجل مابس تعرف أنه بلزم استعمال حامل السيارات لقطع القناة الإنجليزية. السؤال، كيف بقوم الحاسوب بتمثيل هذا الكم الهائل من المعلومات؟ لحسن الحظ برنامج أوبن ستريت ماب القائم على التطوع بسمح لنا نشوف هاي التفاصيل. إذا فتحنا الموقع وضغطنا على طبقات وبعدين اخترنا بيانات الخريطة راح نشوف كيف بتعامل الحاسوب مع الخرائط. خلونا نركز على تونس العاصمة كمثال. أهم مفهوم في الخريطة الإلكترونية هو العقدة أو النقطة اللي بتميز أنه إلها إحداثيات طول وعرض بتمثل موقعها بالضبط على الكرة الأرضية. هون مثلاً عندنا عقدة بتمثل مكان بنك تونس العربي الدولي. العقدة إلها إحداثياتها إضافة لمجموعة من البيانات زي طبيعة المكان إنه بنك أو اسمه بأكثر من لغة. العنصر الثاني المهم في الخريطة هي الطرق والمسارات اللي بتمكننا من التنقل بين الأماكن. خلونا نركز على شارع ابن الجزار أو نهج ابن الجزار باللهجة التونسية. لو رجعنا وطلعنا على بيانات الخريطة راح نشوف انه الشارع بيقابله الطريق. الطريق بيقابله عدد من البيانات زي انه شارع سكني او اسمه بعدة لغات. لكن كيف بتم وصف موقع شارع في الكرة الارضية؟ في الحقيقة الحاسوب بنظر للشارع على انه سلسلة من الخطوط المستقيمة اللي بتربط عقد. لكل عقدة احداثياتها بالنسبة للكرة الارضية زي ما حكينا قبل شوي عن بنك تونس العربي. فمثلا شارع ابن الجزار مكون من 5 عقد. كل عقدة لها احداثياتها. فالعقد هي أبسط مفهوم في الخريطة وهي بتقابل إما نقاط إلها أهمية في ذاتها زي بنك أو مدرسة أو تستخدم كوسيلة لوصف الطرق. في كتير بيانات ممكن تربط بالطريق. مثلاً من الممكن أن نوصف طريق بأن الحركة فيه مسموحة باتجاه واحد، وهذا شيء مهم جداً لإرشادات القيادة عشان ما نتسبب بسيارات بتمشي عكس اتجاه السير، وهي مشكلة من المشاكل اللي واجهت أبل مثلاً. من البيانات برضو هل الطريق بري أو بحري. تذكر أن الطريق ما بتعني شارع للسيارات بالضرورة، وإنما ممكن يكون مسار للمشاة أو للدراجات الهوائية أو للسيارات أو القوارب أو غيرها. الشارع الواحد ممكن يلزم تمثيله بأكثر من طريق مترابط. هون شارع السرعة القصوى في الجزء المنعطف منه 60 كيلومتر في الساعة وبتصير 80 كيلومتر في الساعة في الجزء المستقيم، لذلك بلزم تمثيله بطريقين كل طريق لها سرعة قصوى مختلفة. بعد ما يصير عندنا تمثيل رقمي للخريطة ممكن نستعمله في تطبيقات كتيرة أهمها إرشادات القيادة. المشكلة هون هي كيف يمكن للحاسوب بسرعة عالية حساب أفضل مسار للانتقال من مكان لمكان تاني. عدد الطرق الممكنة للتنقل بين نقطتين لا نهائي، لكن أغلبها غير منطقية. المشكلة أنه الحاسوب ما بيعرف شو المنطقي وشو غير المنطقي، وإذا الحاسوب عدد كل الطرق الممكنة فرح تستغرق عملية حساب إرشادات القيادة أكثر من ساعة لحساب أحسن مسار. السر هو حساب أفضل طريق بدون تعداد كل الطرق الممكنة. المهتمين بالتفاصيل بإمكانكم مشاهدة مثال حضرناه عن عمل خوارزمية اسمها خوارزمية دكسترا لإيجاد أقصر طريق بين نقطتين. الرابط موجود في وصف الحلقة في الأسفل. البريد وخدمات التوصيل بيعتمدوا على الخرائط الإلكترونية،
لكن في حالة هاي الشركات هم ما بدهم الانتقال بين نقطتين فقط، وإنما الانتقال بين مجموعة من النقاط أو العناوين لتوصيل الرسائل أو الطرود. هدف هاي الشركات هو الربح، واللي ممكن ترجمته لتوصيل الشاحنة الواحدة أكبر عدد من الطرود بأقل وقت وبأقل استهلاك للوقود. بدون الدخول في تفاصيل، الناس لاحظوا أنه هاي البرامج مثلاً بتفضل الالتفاف لليمين على الالتفاف لليسار، لأنه الالتفاف لليسار بتطلب قطع شارعين، وبالتالي بيستغرق وقت ووقود أكثر. الطريق المقترح ممكن ما تكون الأقصر، لكن الهدف هو الأسرع والأكثر كفاءة، مش بالضرورة الأقصر. خلونا نرجع لأوبن ستريت ماب. من الجميل أنه باستطاعة أي شخص تعديل البيانات الموجودة هناك. عشان هيك إذا شعرت أنه بعض الشوارع أو معالم مدينتك مش موجودة، فبإمكانك أنك تضيفها، وإذا شفت خطأ فبإمكانك تصحيحه بنفسك. من المزايا المفيدة اللي بتوفرها جوجل مابس هي حال الطريق وإظهار أماكن ازدحام السير. لكن كيف تعمل هاي الخاصية؟ لما تستعمل جوجل مابس فجهازك بيعرف موقعه بالضبط من خلال الجي بي اس، وبيشارك جوجل هاي المعلومة باستمرار بواسطة الإنترنت. من خلال مراقبة مكانك ومكان السيارات التانية في الشارع، فجوجل بتعرف سرعة كل سيارة، وبإمكانها تقارن إذا كانت السيارات بتمشي بالسرعة العادية لهذا الشارع أو بسرعة أقل، مثلاً بسبب وجود ازدحام أو حفريات. بنفس الطريقة، فجوجل بتراقب أعداد مستخدمي جوجل مابس في مكان معين زي مول أو نادي رياضي لتحديد أوقات الازدحام. الخرائط الإلكترونية أحدثت ثورة في المواصلات. هناك تقديرات أن هذه الخرائط مسؤولة عن مبيعات تقدر بتريليون دولار كل سنة، وأنها بتوفر على البشرية 21 مليون ساعة في المواصلات سنوياً، وبتقلل الوقت اللازم للاستجابة لحالات الطوارئ ب 20% في بعض البلدان.